السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في القناة. كنبغي نوجه الشكر لجميع الناس اللي كتابعني وكتدعمني، شكرا لكم جزيل الشكر. ومرحبا بالناس الجداد اللي ما عمرهم ما شافوا القناة ديالي، إلا شفتوها وعجبتكم ما تنساوش الاشتراك للدعم. اليوم جيتكم بوصفة هي المينفوي اللي معروفة جدا في أوروبا ومعروفة عندنا في المغرب، غير هو فقط هاد العجين اللي أنا صايبت به المينفوي ماشي هو العجين المورق. هذا العجين عادي جدا، عادي تصايبوه مرة واحدة بلا ما تبقى وطوي ودلكها وطلقها وخشيها في الثلاجة وخرجها عاوتاني تلقها مرة أخرى. هذا عجين مبسط ولكن راه ناجح، هانتوما كتشوفوا المينفاي ديالنا، وحتى في القرمشة كيجي رائع وكيجي مقرمش. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة، ومتابعه الحال كما عودتكم دائما كاينين اضافات وتغييرات اللي كتمشي على حسب شنو المعرفة ديالي انايا يعني. نتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وهذا المينفاي اهداء خاص لام اسراء. أم إسراء هي اللي طلبت مني هاد الوصفة هادي. دونك نتكلو على الله، هنايا عندنا 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، غادي نضيفو عليه ملعقة سكر والقليل من الملح، وغنحتاجو كذلك بيضتان لهاد العجين هذا، وغنحتاجو ماء بارد. هنا حوالي 150 ملي ولكن ما تدخلش كامله. والزبده هنا غنحتاجو 350 غرام ديال الزبده، ومن الافضل انها تكون بارده جدا، او تخشيوها في المجمد لمده ساعه قبل ما تبداو الاستعمال ديالها. اذا هنا غادي نشدو الزبده ديالنا، غادي نحاولو دائما نغطسوها في الدقيق، وعاد نبداو نحكوها باش نحصلو على زبدة قطع صغيرة. وكل ما كنحكو داك الزبدة ديالنا غادي نحاولو نخلطوها مع الدقيق باش ما ترجعش تماسك مع بعض، هذاك الحبات يبقاو كلهم كل حبة على حدة. دونك هنا رانا سرعت الفيديو لان الفيديو جاني شوية طويل وما بغيتش نطول عليكم بزاف. هنا غنبقى كنحك الزبده ديالي تنكملها كامله، راه سهله جدا باش كتحك، ومع التحريك دائما تنحكو الزبده ونحركوها في الدقيق الى ان نتمم جميع الزبده الكميه اللي عندنا. دابا هنا هانتوما انا قلت لكم جوج بيضات، انا بديت بيضه واحده فقط وزدت عليها القليل من الماء بارد وخلطتها، وما كفاتش عليها جزت بيضة أخرى مع ماء بارد، لهذا سوف ترون أنني سأضيف أن بيضة ثانية إلى العجين. دونك هنا بيضة واحدة مع ماء بارد، أو من الأفضل أن تضعوا بيضتين من الدقيقة الأولى. هنا سأضع البيض مع الماء، وسنبدأ التحريك العجين بدون ضغط، فقط حتى تنسجم العناصر بدون ضغط على الجميع. هنا لاحظتم البيضة الثانية مع ماء، لأن بيضة واحدة لم تكفيني، لهذا استعملت بيضتين مع ماء بارد. وهنا سأقوم بخلط العجين بلطف إلى أن تحصلوا على عجين متماسك، ما يكونش خفيف، لازم يكون هذا العجين متماسك. وسأضع بلاستيك غذائي، وسنضع هذه العجين في الثلاجة لمدة ساعتين، من الأفضل أن تضعوها لمدة ساعتين، وبعد ذلك ستكون جاهزة لكي نستعملها. دابا ننتقل لتحضير الكريمة أو الكريم باتيسري اللي هي معروفة. أنا عادين هنا عادين صايبها من
من المكونات الطبيعية اللي عندي في الدار، ما شريتش العلبة. هتحتاجوا 4 أصفار بيض، فانيلا، وكأس سكر غير مملوء، وهنا النشا ما يعادل 6 ملاعق صغيرة مملوءة بالنشا. سنخلط العناصر جيدا إلى أن يتغير اللون ويصبح مائل إلى الأبيض، وبعدها سنضيف حليب. عندي هنا 400 ملي من الحليب المغلى ودافئ. ستتركون الحليب حتى يغلى وتتركوه يبرد قليلا. سأخلط الجميع إلى أن تنسجم العناصر، وعدي نغيرها إلى إناء الطهي وسنطهو هاد الكريمة، الكريم باتيسري، على نار متوسطة مع التحريك إلى أن تتماسك وكتعقد. هذا هو الشكل ديالها حين تصل إلى مرحلة الغليان. أنا غيرت هنا الإناء، وضعتها في إناء آخر، وعادي نغطيها بلاستيك غذائي باش ما تكونش القشرة على السطح. ما نحتاج لا زبدة ولا زيت، فقط هذاك البلاستيك الغذائي. عادي خليها تبقى مزيانة وضعوها في الثلاجة لتبرد على الأقل مدة ساعتين. دابا بعد مرور مدة ساعتين هنا عادي نحاول نشكلوا العجين ديالنا. إذن كما لاحظتوا هنا العجين ديال هاد الميفاي ماشي عجين مورق ديروا فيه الزبدة ودخلوه الثلاجة وتخرجوه، هنا فقط تخلطوه مرة واحدة، من بعدها هو جاهز دابا للاستعمال وبدون ذلك بدون تعب. انا هنا عادي نشكل هاد الميفاي ديالي على قطع صغيرة، ولكن ثم بامكانكم تخليوا العجين فقط مبسط وتستعملوا وتصيبوا المنفاي العادي ديالنا وديروه كبير، ومن بعد ما تصيبوه كبير هذيك الساعه تقطعوه. هنا انا نستعين بالدقيق، ضروري الدقيق باش يساعدكم في العجين ما تلصق ليكمش منين تبغيو تلقوها. وغادي نستعملوا الدلاك ديالنا وغادي نحاولوا نبسطوا العجين. فقط هنايا الاشاره، راه العجين ملي كتحطوها في الثلاجه مع الزبده كتكون بارده، وكتستعملوا الماء بارد وترجعوا تدخلوها للثلاجه لمده ساعتين، راه كتكون شويه غير سهله بانكم تسطحوها، ولكن غير عطيوها شويه ديال الوقت، كتكون شويه قاصحه، عطيوها شويه الخاطر وشويه الوقت حتى تسرحوها كامله وتحصلوا على السمك اللي نتوما باغينو. ودائما استعنوا بالدقيق لانه كيساعد على طلق العجين منين تشوفوها بدات كتلصق لكم. وكما كتشوفوا راه كتبان لكم قطع الزبده في العجين. هنا انا راه خدات لي الوقت، طلقتها مزيان، وانا خليتها شويه شتيو الغلد ديالها ماشي رقيقه بزاف، انا خليتها شويه طالعه باش تجيني شويه سميكه. دونك هنا هاد المرحله هادي مهمه جدا. هنا انا استعملت سكر ثقيل فقط القليل ماشي كتير، ورشوه على هذاك العجين كامل. هاد السكر الثقيل هنا كيعطي قرمشه للعجين ديالنا فاش كطيب، وكتبقى مقرمشه ما كترجعش تلوى من بعد ما كطيب وكديروا لها لا كريم، كتبقى تتحافظ على داك القرمشه ديالها. ومن بعد غادي ناخذ هنايا شوكه وغادي نثقبوا العجين ديالنا مزيان، غادي نثقبوه باش ما يتنفخش لينا. كما اشرت انا هنا استعملت شكل معين باش نقطع العجين ديالي لانني بغيت نديرها فرديه من البدايه، ولكن كتبقى اختياري. ديروش اشكال فرديه على هذا الشكل، او خليوها فقط مستطيله فحال هكا كبيره، ومنين كتخرج من الفران بعد ما تطيبوها عاد تقطعوها على المستطيلات او الاحجام اللي نتوما بغيتو. وهنا استعملت هذا الشكل الثاني لانني استعملت شكلين،
فقط انا كنضع هذاك الطبق ديالي في الدقيق، ومن بعد كنقطع به، وما كنزيلش العجين من بلاصتها، كنخليها كما هي وكنطيبها بهذه الطريقه اللي بغى يديرهم فرديين وبغى يتبع طريقتي. دونك يخليها بحال هكا في وسط، ما يتحيدهاش من داك الطروفه اللي دايرين بيها، وفقط تدخلوها الفرن حراره مرتفعه بين 30 حتى 40 دقيقه. هنا ننتقلوا لاكريم ديالنا، لاكريم باتيسيير راه هي واجده بردات كتقصح لينا. هنا انا ضفت هنايا جبنه كريميه لانني انا احب طعم الجبن، ولكن بامكانكم الاستغناء على هذاك الجبن الى ما عندكمش، وما ديروا لا فروماج لا والو، فقط هذاك الكريم باتيسيير تشدوه وتطربوه باش يتطلق لكم، باش يعطيكم الطوع في العمل، لانني انا نستعمل هنايا الجيب ديال الحلواني، ما عاديش فقط نديرها هكاك بالملعقه، ولكن عادي نديرها في البوش ديال الحلوى. هنا خديت انا شويه على جانب ودرت معه الكاكاو. انا هنا كنحاول غير نعطيكم افكار اكثر وطرق اكثر اللي تقدروا نتوما ديروا بها المينفاي، تقدروا ديروها تقدروا لا. انا هذا هو البوش اللي غنستعمل، دائري، عادي ندير فيه هذاك لا كريم باتيسيير ديالي مع اللي مخلطه مع الجبن. وراه كيما قلت لكم حاولت انني نسرع الفيديو ونقص منه بزاف لانه جاني طويل. هذا هو الشكل ديالها، هذه كيما قلت لكم فكره فقط الا بغيتو نتوما تستعملوا القليل او تستعملوها كامله بالكاكاو. انا حيت وليداتي كيبغيو الشوكولا درت شويه بالشوكولا ماشي بزاف، وعادي نديرها في هذا البوش ديال الحلوى او لا كريم. انا عندي هذا الشكل، هذا استعملته من انني ما عنديش بزاف ديال الكريم اللي بالشوكولا، وكيبقى كما قلت اختياري. دابا نستعملوا هذاك السكر او طبقه السكر اللي كتجينا على المينفاي من الفوق، ولكن غنستعملوا داك طبقه السكر بدون سكر. هنا انا استعملت حليب دقيق الحليب او الحليب غبرة، راه كيجي غزال 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 البنات، فقط جربوه وما تندموش عليه. هنا واحد الابيض انا زدت عليه نكهه الحامض، غادي يعطيه نكهه رائعه، والاسود انا ضفت عليه الكاكاو باش يعطيني داك اللون داكن. ومن طبيعه الحال الماء، القليل من الماء على حسب انتم كتضيفوا القليل من الماء مع التخليط الى الحصول على هذاك لاصوص اللي عندنا، ما تتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه بزاف، تتكون متوازنه. انتما كتشوفوا انا الماء كنديرو فقط بملعقه صغيره باش ما نفرطش في الكميه الماء، وفي حاله ما ضفتوا ماء كثير ولات عندكم لاصوص جاريه زيدوا عليها الحليب فقط، رجعوا زيدوا عليها الحليب دقيق الحليب او الحليب غبره حتى ترجع تماسك ليكم. انا هنا كنوريكم القوام ديالها. هذا اللون الاسود، وهذا الحليب اللي ضفت عليه نكهه الحامض، وغادي نضيف عليه دابا الماء ونخلطه، وهو اللي غادي يكون كيعود لنا طبقه السكر. انا كتعجبني المينفاي، من محبي المينفاي بزاف، فقط هذيك طبقه السكر كنت دائما كنحيدها ورميها، عليهاش حاول تلقى حل لشي حاجه اللي نقدر انا نديرها وناكلها من مرميهاش. هادو هما الشكل ديال القطع ديال العجين ديالنا من بعد ما طابوا، هانتوما كتشوفوهم محمرين ومقرمشين، وشتي السمك ديالهم لاني خليتها شويه غليظه كتجي سميكه. مهم جات رائعه، نتمنى انكم تجربوها. صافي هنا مرحله التزيين، وكتمونطيو لهاد المينفاي ديالكم. انا استعملت هنا البوش، ما بغيتش ندير غير فقط الطريقه العاديه، وانكم كتحطوا لا كريم ومن بعد عاد كتقطعوها، تقدروا ديروها على هذا الشكل الا بغيتوا تدخلوا المينفاي في حفلات او اعراضات عندكم وبغيتوا ديروهم
بمنظر أرقى. هانتوما معايا، أنا درت جوج أنواع كذلك هنايا، درت اللي فيها غير هاد الطبقة، طبقة واحدة ديال لاكريم، وكاين درت شكل آخر اللي درت فيه جوج طبقات، يعني وحدة فوق وحدة، هذه الثانية شفتوها درت جوج طبقات. كتبقى لكم نتوما الاختيار، واش بغيتو تحط لكم بزاف ديروا فقط طبقة واحدة، بغيتو نتوما ديروها بكبير براشي شوية ديروا جوج طبقات. هذا الشكل الثاني اللي انا درته بلا لا كريم باتيسير وزدت عليها الكاكاو. انتما انا خرجت على داك الشكل، هنا راه صافي انا كملتهم، حيت قطعت من الفيديو باش ما يجيكمش طويل، وهذاك القلم هو اللي استعملت انا للتزيين لهذاك الايسين اللي لونه غامق لون الشوكولا. صافي هنايا عطيوها الخاطر وطلقوا هذاك السكر اللي نتوما، ماشي السكر، الحليب اللي خلطناه مع الماء والحامض حتى تقادوها على الحلوة ديالكم، ومن بعد ديروا الشوكولا هذاك الخليط اللي بالكاكاو. وكنديروا تزيين هنايا، انا اعتمدت على التزيين العادي اللي كنديروا المينفاي والمعروفة به، كنديروا خطوط معاكسة باش كتعطينا داك التمويج او اللي كيسميوه تمويج العنكبوت على ما اظن. هانتوما كتشوفوا البنات والمشاهدين كيفاش كتجي، كيجي شكلها جميل وراقي، نتمنى تجربوها. وهذا العجين راه ناجحه جدا، وحتى هذاك الطبقه السكر هذاك الحليب هو ماشي السكر، حليب مني كتخليوه جست تخليوه لمده ساعه كيكون نشف وما كيبقاش سائل، ولا شفتيه ما تقوليش انه حليب مجفف، تقولي انه طبقه السكر العاديه اللي انت كتاخذوها كاع من الباتيسريات. نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، صحة وراحة، نتمنى تجربوها، ونتمنى أم إسراء تكون عجبتك هاد الفكرة ديال هاد المينفاي. شكراً.